صباح الخير مشاهدينا. نبدأ من السعودية والشابة أمجاد العمري التي خاضت غمارات التحدي وقادها تخصصها في الهندسة الميكانيكية إلى تصنيع سيارات السباق. صنعت أمجاد مع صديقاتها سيارات فورميلا ستيودنت الصغيرة لتشارك بها في بريطانيا واليابان. أمجاد تحدثت العربية نت عن تجربتها في سباق سيارات كارتينج النساء الأول من نوعه في السعودية، وأكدت أن التخصص في الهندسة الميكانيكية ساهم بشكل كبير في معرفتها بتفاصيل السيارات. إلى مصر وبادرة جديدة من نوعها، حملها غلاف جريدة صوت الأزهر الناطقة بلسان الأزهر الشريف بعدما زينته صور للنساء غير محجبات. أثار العدد الأخير الذي صدر ضد ظاهرة التحرش جدلا في مصر، حيث احتوى الغلاف على 30 صورة لسيدات مصريات كتبن قصصهن مع ظاهرة التحرش. علمت العربية نت أن الجريدة انتهجت أسلوبا جديدا في النمط التحريري، حيث بدأت تنشر صورا لسيدات غير محجبات بعدما كانت صور الوزيرات المصريات لا تنشر في الجريدة بحجة عدم ارتدائهن الحجاب. نبقى في مصر وأزمة الفنان تامر عبد المنعم مع زميله المطرب المصري محمد فؤاد. فبعدما أيدت محكمة مصرية الحكم الصادر بحبس تامر عبد المنعم 3 سنوات بتهمة إصدار شيك بدون رصيد لصالح فؤاد الذي علق على الحكم ووصفه بالعادل جدا، محمد فؤاد قال العربية نت أن عمرو دياب تدخل مرتين لحل الأمر، إلا أن الفنان تامر عبد المنعم لم يتجاوب. وقال فؤاد عن تامر عبد المنعم: كل حاجة حيدفع ثمنها. إلى الجزائر، حيث دافع وزير الصحة الجزائري مختار حسبلاوي عن عقرب سامة لسعت دكتورة جزائرية فقتلتها. هذه التصريحات أثارت صدمة لدى الرأي العام الجزائري. وزير الصحة قال إن عالم الحيوانات عالم جميل، والعقرب لا تهاجم البشر إلا إذا تم استفزازها وأحست بالخطر. نشطاء مواقع التواصل اعتبروا تصريحات الوزير محاولة للتنصل من المسؤولية واستهزاء بالضحية، وصفوه بصديق العقارب لطيف. نختم بلقاء سريالي أو وصف بالسريالي، فبعد 28 عاما من ولادته عاد براندون الطبيب الأمريكي للعمل بنفس المستشفى الذي ولد فيه في كاليفورنيا ليلتقي بالممرضة التي شهدت ولادته التي جاءت مبكرة. أشرفت الممرضة فيلما وونغ على رعايته عام 1990 عندما كانت حياته معرضة للخطر. أما الآن فهو طبيب أعصاب للأطفال في مستشفى لوسيل باكارد، ويعمل إلى جانب الممرضة التي أنقذته حين ولد. المستشفى نشر القصة على حسابه بالفيسبوك، تفاعل معها الكثيرون وحصلت على مئات التعليقات. هذه كانت بعض من أخبارنا، المزيد على صفحات العربية دوت نت. عودة الآن إلى مروة مها. شكرا. نسيتنا. شكرا. طيب.